الأخوات السلام عليكم. من بعد عشيقة الوزير السابق محمد مبدي والبرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع والإذاع ديالو في السجن بتهم غليظة جدا، كيجي الدور على واحد من الرفاق ديالو في الحزب وقيادي كبير في الحركة الشعبية السبولة واللي كيحمل صفات نائب رئيس مجلس المستشاري، هاد السيد شدوا عليه ملفات سخونة ودواسة خايبة بفضل تقرير أسود ديال المجلس الأعلى للحسابات. هذا البرلماني والقيادي الحزبي الكبير مع محمد أوزين زربوا عليه ما عطلوش وضربوه بعقوبة حبسية نافذة أو غرامة مالية، ولكن هاد السيد باش تكونوا معلومين راه مازال كيتبرع مع راسه ومازال حر طالق وما تشدش ومازال كيتخلص وكيشد الراتب الشهري ديالو كمستشار برلماني بحالو بحال واحد المجموعة من البرلمانيين المدانين والمحكوم عليهم بالحبس النافذ والغرامة. النافذ غير في الوراق، اما هما كيكونوا مازال طلقاء زعما حتى يصدر الحكم النهائي من النقد. عاد نشوفوا معاه، وهذه من العجائب ديال قانون بلادنا السعيدة. في حلقة اليوم غادي نتعرفوا المنتف اللي ورط هذا البرلماني مع مجموعة اخرى من الاشخاص المقربين والنافذين والمحظوظين، وشنو داروا وشنو كيتسناهم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير جدا خليكم معي. نبدأ أولا بتفاصيل الحكم. الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ديال كازا كتصدر حكم بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة 3 مليون إير 3 في حق المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية المهدي عتمون، واللي كيتابع رفقته 9 ديال المتهمين الآخرين من أجل هذه توهم خطيرة جدا، جناية تبديد واختلاس أموال عمومية. المحكمة أعطت الجوج ديال المتورطين مع عتمون في هذا الملف 2 ديال الحبس النافذ وغرامة مالية 20,000 درهم، هو عطاوه 3 في 3 3 سنين ديال الحبس في 3 مليون غرامة، وهم جوج عطاوهم جوج والله إلا واعرة هذه. 2 ديال الحبس هما جوج مناطح، عطاوهم 2 وجوج المليون جوج غرامة للمنطقة، في حين حكمت المحكمة على 3 منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. هادو 3 خرج ليهم واحد في واحد في واحد 1 ديال الحبس سقاس أو سقيقيس ومليون 10,000 درهم للمنطقة. كما أدانت المحكمة متهمين آخرين وهما طين ب6 شهور حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمات أيضا على المتهم العاشر غيابيا بعام. تحريك المتابعة في حق عتمون كيجي من بعد الأبحاث اللي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، وهادشي بناء على التقرير اللي صدر على المجلس الجهوي ديال الحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، حيث قرر قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان متابعة عتمون رفقة الآخرين في حالة صراح، وكيتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين. وثائق هضرت عليها جريدة الأخبار اللي نشرت هادشي كتقول بأن المتهم كان كيشغل منصب رئيس جماعة خريبكة خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، وهادشي اللي كيخليه أو خلاه يكتسب صفة الموظف العمومي. كما أن أموال الجماعة التي كان هذا المسمى يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بصفته أميرا بالصرف تعتبر أموال عمومية، وثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة. تقرير مجلس الحسابات كيقول بأن المسمى كاف عين وهو عضو بالمجلس خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009 تمكن من نيل عدة سندات للطلب لبوند كوموند بقيمة 536,000 درهم يعني 53 مليون سنتيم بواسطة شركة في ملكيته. كما أن شقيقه قام ببناء 3 محلات تجارية دون إنجاز تصميم والحصول على رخصة من المصالح البلدية، وبالتالي أداء الواجبات المستحقة للجماعة مكين الهريف. الصفقة 2005-06 المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية واللي القيمة ديالها حوالي 1 مليار
عرفت تبديدا لأموال عمومية من خلال أداء مقابل أشغال غير منجزة، ما كملوش المشروع وكيخلصوه، وهذا شيء من وجوه الفساد الواضح. وهذا الشيء اللي كيعزز أو ما يعزز ذلك أنه لم يكن هناك منافس لهذه الشركة لنيل الصفقة، مدورينها بيناتهم وصافي، صبعي تم الخبر في راسكم. مهندس سابق في البلدية ديال الخريبكة صرح أنه وفي غضون سنة 2002 وقعت فيضانات في بعض أحياء مدينة خريبكة، هادو تاهما من تجار الأزمات واللي ترتب عليها اختناق مجموعة من قنوات الصرف الصحي بمجموعة من الأحياء، وهادشي اللي خلى رئيس المجلس البلدي ديال داك الوقت يطلب من المقاولة التدخل العاجل لإنجاز الأشغال لحل المشكل المذكور. وبالفعل دخلت المقاولة ولكن دون أن يتم ذلك بطريقة قانونية، يعني ديالنا في ديالنا مدوزينها بيناتنا. وبعد فوز الشركة بالصفقة طالبت بتأدية مستحقاتها على الفور من الأشغال التي قامت بها في سنة 2002، وهو الأمر الذي أو اللي ما نكروش المتهم، نخلي شوية في الدارجة، وهادشي اللي كيأكد على أن أشغال الصفقة كانت وهمية، ما داروهاش نهائيا، وكانت موجهة لتنالها الشركة المعنية بدون أي منافسة، وهادشي اللي اعتبره تقرير مجلس قضاة زينب العدوي بمثابة تبديد واختلاس لأموال عمومية. وبخصوص صفقة أشغال تهيئة المناطق الخضراء، قال لك الفضاءات الخضراء، المعاينة الميدانية كتبين بأن أو بالضبط فيما يخص وحدة الأتمار رقم 3 واللي كتتعلق بتزويد ووضع بعض التجهيزات، بينات بأن العديد منها مكسور رغم أنه لم يتم تسليمه بعد، وباقي ما تسلمش جاي مهرس، ربما كيبيعوا لهم في الديشي وفي لافيراي، كيبيعوا بالثمن الغالي والمضاعف. كما لاحظ القضاة مدى رداءة وجودة هذه المنتوجات، وبالتالي لم يتم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لإبرام الصفقات العمومية. التقرير أيضا قال بأن الثمن المعتمد لبناء بوابة الباب ديال الحديقة واللي محدد في 1.5 مليون مبالغ فيه بزاف بالنظر لجودة الباب اللي شافوه، وباب ما كيسواش 1500 درهم أو 2000 درهم، حسبوا اليوم 1.5 مليون، في الوقت الذي لم يدلي فيه المتهم بما يثبت خلاف ذلك، ما قدرش يأكد بأن هذا الباب هو فعلا كيسوى أكثر من 1500 درهم. كما كشف التقرير بأنه تم التسليم المؤقت للصفقة بنفس التاريخ، وفي نفس اليوم تم أداء مبلغ الصفقة بكامله للمقاول، باقي ما تأكدوش والصفقة فعلا تخدمات مزيان أم لا، واش كاين شي غش، واش كاين شي تدليس، واش كاين شي تحرميات من المقاول. ولكن مجرد ما رئيس الجماعة توصل بالتقرير أن الصفقة تمات دون ما يعاين ولا يكلف مهندس أو أي موظف آخر بمعاينة الصفقة، ناض وسناريهم على الشيك. والمصيبة أن رئيس الجماعة خلص كل المجموع ديال ثمن الصفقة، ولكن بفحص الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة كيتبين بأن لم يتم إنجاز الكشف التفصيلي الأول والأخير، هذا الشيء اللي قلت، انطلاقا من جدول المنجزات اللي كيأكد عليه القانون، يعني لابد وضروري ومؤكد قبل ما تخلص المقاول خاصك تتعاين بأن واش الصفقة تمت أم لا، ولكن الرئيس ما عاينش، ما تسوقش، ما سولش، غير جا عنده عشيره المقاول هو كيعمر ليه الشيك وعطى الثمن او المبلغ كاملا. القضاة ملي جاو لاحظوا اختلاف كبير بين المحتويات ديال الكشف التفصيلي الاول والاخير وما تضمنه جدول المنجزات اللي تم اعداده في شهر مارس. وبالنسبة لاشغال مستودع الاسلحة بثكنة للتدخل السريع تابعة للامن الوطني واشغال بناء صور لثكنة التدخل السريع بخريبكة للأمن، فقد سبق للمقاولة أن حصلت من الجماعة على مبلغ مالي يقدر ب 149,000 درهم أو 150,000 درهم تقريبا بواسطة الأمر بالصرف، ومبلغ 147,000 درهم آخر رقم أو الأمر بالصرف رقم 22M2003 واللي كيتعلق بأشغال تهيئة المجلس البلدي، وهي أشغال لا وجود لها على أرض الواقع، ما كاين غير الوهم في الوهم، بل تم إعداد الوثائق المتعلقة
بها للتمكن من إنجاز الأشغال المذكورة لفائدة إدارة الأمن الوطني. وبالنسبة للأشغال المنجزة بمقر الباشوية ديال خريبكة والأشغال المنجزة ببناية المقاطعة الحضرية الأولى في نفس المدينة دائما، فقد سبق للمقاولة أن حصلت من الجماعة على مبلغ 178 ألف درهم بواسطة أو عن طريق الأمير بالصرف، وتم أداء هذه المبالغ كلها بدون أي مراجعة أو تأكد مما إذا كانت الأشغال قد تمت أم لا، ليتبين لاحقا من طرف قضاة المجلس الأعلى ديال الحسابات بأن هذه الأشغال لا وجود لها على أرض الواقع، ما كاين غير الوراق والشيكات هي اللي كتعمر وصافي، وحسبي الله ونعم الوكيل. هاد الصفقات اللي هضرت عليهم الآن ماشي هما الوحيدين اللي تابع من أجلهم رئيس الجماعة والناس اللي معه، كاين صفقات أخرى كثيرة جدا ما تقدنيش هاد الحلقة معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى نشرة أخرى بإذن المولى عز وجل.